مثل ما احنا عودناكم دائما، ويمكن احنا نفثر ونتجول في الاسواق المباركيه، ولقينا قهوه الدلال، وهذه القهوه صار لها فوق ال 120 سنه او اكثر، لكن احنا حبينا نسولف مع اهل القهوه ونسولف احنا معاهم. معانا العم ابو يعقوب، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. عساك على قول عم ابو يعقوب، لو نتكلم عن قهوه الدلالوه، القهوة هذه صار لها فوق تقريبا 120 أو أكثر سنة، نشوف هالقعدة الحلوة وهالوناسة وهالسوالف، وعاد الشاي اللي هني الشاي على الفحم مخدر. اي نعم مخدر، على ما قلت شاي مخدر. اي ونسولف عمي، هالقهوة هذه دائما تيها، دائما تقعد، دائما نسولف مع هالناس الطيبة هذه. والله القهوة هذه قديمة، وفكرة القهاوي قديمة بالكويت بالآلاف السنين، والناس أول ما في وسائل بالبيوت. نعم. يعني ترفيه، قبل مرخ وما يصير، يروحون القهاوي بيع وشراء، يشترون يبيعون. وشوف المحل هذا كله دلال ومال بيوت، وهني يبيعون الدواب. يعني كان الشغله شغله متلامسه يعني. بس العم يعقوب هذه اسمها قهوه عاد الدلال، وها يعني ما شاء الله مثل ما تفضلت انه يعني كلها عقارات، يبيعون اول بيوت هني، من يشتري بيت من يبيع بيت هني دلال وديله. ودائما تجمعون عمي هني بالقهوه هذه؟ يجمعون. احنا ما احنا كنا نشتغل، ويوم تقاعدنا جينا. وين نروح؟ تقاعدنا. انا بالخمسينات شرطي. ما شاء الله. من الخمسينات. وبعدين وين نروح؟ ما عندنا وسيله ثانيه. بعد العم يعقوب الشاي اللي فيها، الشاي شغل عدل، ها؟ يسمونه الشاي المخدر. احنا نقول له، احنا نقول له ضبط الشاي على فحم. نعم. يعني احنا الان نعرف الشاي، اهل الكويت يعرفون الشاي، يعني دائما الدوه والفحم والشاي قضيتين ثلاثه اربع. عم يعقوب لما الشاي على الفحم ويك مخدر شغل عدل، اطعم ولا لذه عادي. هذا اللي تحط له ماي وبالشوله كذي بسرعه يستوي. لا لا، لما كل شيء مخدر زين. وبعدين عمي ما شاء الله، تشوف ما شاء الله القهوه ما شاء الله متروسه فيها ناس. هذا كلهم ربعنا الجماعه، كل نص اهل، كل اهل الكويت اللي يتقاعد يناني. وين يروح؟ يتقاعد وسع صدره، كلنا نعرف بعضنا بعض هني، ولا واحد غريب عندنا. وتسولفون؟ ونسولف كل واحد في سوالف الديره وقعد هالسوالف الحلوه هذه. اي والله عسى الله يعز ديرتنا ويخلي اميرنا ويطول عمره، واحنا بخير ونعمه. جزاه الله خير، الله يعز عيال الصباح، ما قصروا على اهل الكويت، جزاهم الله الف خير. الله يسلمك. مرتاحين، ماكلين احسن الناس، لابسين احسن الناس. امين يا رب. كل شيء عندنا الحمد لله، ما اكثر علينا شيء. امين. نبي بس الامان، اللهم يحفظ ديرتنا من كل مكروه. امين. ويطول عمر اميرنا. امين. ولبس ثوب الصحه والعافيه يا ربي يا الله. امين يا رب. ما عندنا غيره. العم يعقوب الله يعطيك العافيه. أوه. وما شاء الله، خلينا نشرب وياك هالشاي الطيب هذا، ها؟ ها الشغل عد، ها؟ حسابي. هل شاي زين؟ لا تدفع، انا بدفع. مشكور ما قصرت، الله يعطيك العافيه. حياك الله. كنا معاك في هالموضوع الحلو وهالسوالف الحلو في قهوه الدلال، وراح نروح نرجع الى زملائي في موقع اخر في اسواق المباركيه، خل نروح لهم.